علشان نشوف حجم الكرة الأرضية في هذا الكون ونشوف حجمنا في الكون. نبتعد 50,000 كيلو فنرى يورانوس حجمه 14 ضعف حجم الكرة الأرضية. أما ساترن فحجمه 95 ضعف الكرة الأرضية. ثم نرى الشمس اللي الله سبحانه وتعالى أقسم بها وسمى سورة باسمها. وشوفوا أحجام النجوم الأخرى في مجرتنا. سايرس A شوفوا حجمه مقارنة بالشمس. وهذا ولا شيء بالنسبة لحجم بولكس والنجم ريجل وأيضا يو واي سكوتي وهو أضخم نجم معروف في مجرتنا. عشان تتخيلوا حجمه لو جبناه أمام المجموعة الشمسية حنلاقي قطره 8 أضعاف المسافة بين الشمس والأرض. وهذا كله وإحنا لسه في أقل من يوم واحد ضوئي فقط. فإذا استمرينا لعدة أيام ضوئية ثم سنين ضوئية نجد مئات البلايين من النجوم يبعدوا عننا مئات السنين الضوئية إلى أن نصل إلى 100,000 سنة ضوئية علشان نشوف مجرتنا، مجرة درب التبانة. ومجرتنا واحدة من 100 بليون مجرة على امتداد 500,000 سنة ضوئية. وهذا كله جزء مما يسمى بالكوزميك ويب على امتداد 10 بليون سنة ضوئية. وهذا كله هو العالم أو اليونيفرس بقوانينه اللي نعرف جزء بسيط جدا 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 منها. وهذا اليونيفرس هو عالم واحد فقط من بلايين العوالم الأخرى اللي لها أنظمتها وقوانينها التي لا يعلمها إلا الله.